يا تاسع الأمناء الغر قد وفدت إليك شيعة أهل البيت تبتدر، فأنت مفزعها دنيا وآخرة، وفيك يكشف عنها الضر والضرر. ألست أنت الذي بانت معاجزه كالشمس آمن فيها البدو والحضر؟ أمس ابن أكثم مذهولا بما سمعت أذناه منك وأعيا نطقه الحصر. لقد علمتم علوم الأنبياء وما تضم في سرها الآيات والسور، قد رام إطفاء نور الله معتصم بمنهج شقه آباؤه الغدر، فدس سم الردى في كف غاوية إليك كي تختفي آياتك الغرر. لا عافت النار أم الفضل حيث بما قامت به يلتضي في روح الآيا شرر، سمت إمام الهدايا فالأرض واجفة، منه ووجه السماء من ذاك معتكر. يبقى ثلاثا بلا غسلين ولا كفنين كجده، فهو فوق السيط حم عفر. لما قضى الإمام الجواد عليه السلام نحبه مسموما، أمر المعتصم العباسي بأن يرموا جسده الشريف من أعلى السطح إلى الأرض، ومنع الناس أن يحملوه ويشيعوه، وبقي جسده على الأرض أياما بلا غسل ولا كفن ولا دفن. فاجتمعت الشيعة وحلفوا على أن يقتلوا دونه أو يدفنوا. يم بحنين ولطو عرايا ياس، وطلعوا بالجواد وفزعة الناس. لما انغسل وصاحب النماس حفوا بالقبر كلهم محزنين، بكت كلها وحلت طيور الفلية، او علي الهاد تعلى ليها وغسلها، بس ابو السجاد ظل بكربلة بالشمس مطروح من عند الجسم، ولا واحد حضر لحسين ذاك اليوم يخلص جثته من سحق خيل القايم، يواري ويخلص زينب وجلث عيوم.